تواصل الإدارة العامة للطيران المدني توقيع عقود كبرى مع شركات عالمية في عالم الأرصاد والملاحة. فبعد الشركة الفرنسية وقع الطيران المدني مع شركة بايزيلا الفنلندية لتنفيذ مشروع نظام المراقبة السطحي ونظام الأرصاد على أطراف المدارج بتكلفة وصلت إلى أكثر من 6 ملايين دينار. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. بعد توقيعها مع الشركة الفرنسية كمشغل عالمي للملاحة، وقعت الإدارة العامة للطيران المدني عقداً آخراً مع شركة فايزيلا الفنلندية العالمية لتنفيذ مشروع نظام المراقبة السطحي ونظام الأرصاد لتوفير معلومات الأرصاد الجوية على أطراف مدارج الطيران. راح تكون نقلة نوعية في الإدارة العامة للطيران المدني في خدمات الملاحة الجوية، خصوصا لله الحمد حصلنا على مراكز متقدمة. أضف إلى ذلك أن طبقنا برنامج الوطني للملاحة، وحنا أول دولة في مجلس التعاون نطبقه، وخذوا الـ ICAO المدريجن بحيث أنه يكون يؤخذ منه ويدرس. العقد سيغطي نظاما متكاملا للمراقبة السطحية ونظام الأرصاد، بحيث يوفر رؤية أكثر تطورا على امتداد مدارج الطيران. نظام دقيق يعطي أقصى درجات الأمن والسلامة للملاحة الجوية، ونفتخر اليوم بنقل الخبرة الفنلندية لمطار الكويت الدولي. مدة هذا العقد 820 يوم بقيمة وقدرها 6,700,000 دينار كويتي، ومدة الصيانة بإذن الله سوف تكون 4 سنوات. يأتي هذا العقد ضمن خطة طموحة للإدارة العامة للطيران المدني لتحديث الأنظمة وتطويرها وتطوير الأجهزة الملاحية في مطار الكويت الدولي. ولدينا اليوم 11 مشروع، ووقعنا والحمد لله 7 مشاريع بعد أن تمت استكمال كافة الإجراءات للترسية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة مثل وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع، وكذلك الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبعد اعتماد وموافقة ديوان المحاسب على هذه المشاريع. هذا وستكون مدة العقد 550 يوما للمدرجين الشرقي والأوسط، و270 يوما للمدرج الغربي الجديد، وتشمل 4 سنوات ضمان وصيانة. طبعا الشركة الفنلندية تعتبر من أعرق الشركات حول العالم. طبعا هذا النظام هو يعتبر من أهم الأنظمة التي تخدم المراقب الجوي لكي يقوم بعمله بحركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي، وهو واحد من أحدث التكنولوجيا اللي وصلت لها حول العالم. مشروع اليوم اللي تم توقيعه مع شركة فايزيلا شركة فنلندية هو عبارة عن مراقبة سطحية للمدارج، وهو من أهم الأنظمة لسلامة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي. يذكر أن هذا المشروع سيوفر أقصى درجات الأمن والسلامة للملاحة الجوية وعلى امتداد المدارج الثلاث للهبوط والإقلاع في مطار الكويت الدولي. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.